السؤال سمعتك يا شيخ من ضمن مئات المحاضرات التي سمعتها لك، تقول مرة إذا كان عندك زوجتين ارمي الوحدة منهن شرق وواحدة غرب، لا تخلي الوحدة تشوف الثانية هبد. صدق. هذا يجرني إلى سؤال، ماذا تنصح الذي تحدث له نفسه أن يتزوج عدد من النساء؟ وش أهم التوجيهات لك من الحين إلين يذن المغرب؟ أهم شيء لا يزيد عن أربع. أنصح من التجربة، وقد قلته لبعض المشايخ، قلت يا أخواني يكفي الناس اعتبار بين اللي عدد، يا أخوان إن لا يعدد الشباب، انصحوهم وقولوا كما في الشكر رقم واحد، ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، مصائب قوم عند قوم فوائده. أما يا أخي تفتح بيته وثلاجتين وسيارتين وتملي القرف من هذا البزارين، الله أكبر، كان يظهر صلاح الدين أيوب الآن كلهم، والله أن يمسك أولادي على الفراش. يا أخواني صلوا، يا ابن حبيبي يصلي بجنب الفراش. قلت زين، وأنا وتعرف وفي ربي آخرون يقول الشيخ سعد والله لو انتظرت ما أصلي مع الناس، أقعد أسحبهم من على الفرش يصلون غسلوا وجيهكم وقعد لهم غسالة كده. غسلت توضأت يا عبد الملك، أيضا توضأ يا عبد العزيز، قم توضأ. وأنا شيخ والله أني جربت كل زواجات من حولي، ما أنا اللي أعرف يا أخي، منها يا شيخ يبغى لها رعاية الأطفال ما رعوا لأن مشغولين، ومنها حقوق المرأة ما قاموا بها، ومنها أيضا المصاريف، ونحن في زمن يوكل فيه الشحيح ويطبخ فيه المليح ولا يسمع فيه الصحيح ولا ينتبه العقل الرجيح في هذا الزمن، فهو زمن ويكثر فيه الفحيح. ولذلك من عقل ابن تيمية أنه ما تزوج غفر الله له. وفي أمر آخر إن كل عظيم وراه امرأة عظيمة، وكل فاشل وراه امرأتان لا يتقبل. وسألوا بعض الناس أمك حية؟ قال حية ترزق. قال وزوجتك؟ قال حية تسعى.